نتكلم الآن عن صحة سيئة، أهلنا يتعالجون في الممرات في المستشفيات الحكومية. نحن نتحدث أيضاً عن العلاج السياحي، الكل رأى التضخم اللي كان في ميزانية العلاج في الخارج، 745 مليون هدرت من المال العام لإرضاء بعض المتنفذين وبعض النواب وبعض الوزراء وغيرهم. هذه الكتب تتحدث عن وجود أدوية لا تصلح لعلاج السرطان. هل هذا من المعقول أن يكون في الكويت؟ هل هذا من الممكن أن نسمح فيه؟ أصنف بأني معارض، وفي ظل الأوضاع الحالية لا أملك إلا أن أكون معارض، وسأتم معارض إلى أن تنصلح الأحوال في الكويت. نحن معارضين في الحق ومؤيدين بالحق أيضاً. حاضرنا اليوم سيء ومستقبلنا الله يستر منه، لكن بإذن الله سنعمل جاهدين لتحقيق مستقبل أفضل لآبائنا ولنا ولعيالنا. ولن نتنازل عن سيادة الأمة لحظة واحدة، ولن نتنازل عن خيار الأمة لحظة واحدة. سنبذل قصارى جهدنا لكي تكونوا بأمان وبرفاهية بإذن الله.